النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا وكالعاده الاول نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينه الاثاث بدمياط. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس التقى برئيس مجلس اداره مجموعه الصين الدوليه للطاقه ليو زيشيانج، واكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث بدمياط وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية. وجه سيادته في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليو زيشيانج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، وأكد الرئيس حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. امبارح صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تعليقاً على الإعلان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن جمهورية مصر العربية تقدر هذه الخطوة الهامة وتثمن التوجه اللي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، مع تأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت حول وصول شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار للموانئ المصرية وطرحها بالأسواق. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه ده غير حقيقي، وإن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة وخالية من أي أمراض وبائية، حيث تخضع جميعها سواء المجمدة أو المبردة أو الحية للفحص والرقابة. طيب خلونا نروح دلوقتي لجولة المحافظات، لأن معنا في حياة الأمر مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة، زي الإعلان عن مبادرة تكافلية طول شهر رمضان وصرف كوبونات بتخفيضات تصل ل 50% على الأسعار للأسر الأكثر احتياجاً في الوادي الجديد، بالإضافة للانتهاء من 612 مشروع في قرى حياة كريمة في محافظة أسوان. لسه مكملين كلام عن المحافظات، وخلونا نروح محافظة المنوفية اللي فيها تم الكشف على 292 ألف مبادرة سوء تغذية بين التلاميذ الابتدائية في محافظة المنوفية. وقوافل حياة كريمة العلاجية الشهرية بدأت أعمالها بقرية أبو رماد في حلايب. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي تم فيها الإعلان عن مبادرة تكافلية طوال شهر رمضان على مستوى كافة مراكز المحافظة الخمسة، وده لدعم الأسر الفقيرة وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجاً بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان. أيضاً تم منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار للمواطنين. فأسوان أكدت المحافظة إن مبادرة حياة كريمة الجاري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية شهدت الانتهاء من 612 مشروع، ودلوقتي جاري العمل في 1008 مشروع تاني. في المنيا تم البدء في إطلاق خدمة التشخيص والعلاج عن بعد في 9 منشآت طبية تابعة لوزارة الصحة بمحافظة المنيا، ودي من أبرز المبادرات الرئاسية اللي بتستهدف توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بعد. في جامعة الإسكندرية افتتحت كلية الفنون الجميلة السوق الخيري التاني اللي بيستهدف توفير منتجات للطلاب بأسعار مخفضة، وبيضم مجموعة متنوعة من المنتجات بجودة عالية وبأسعار رمزية في مستوى الجميع، وده ضمن أعمال التكافل الاجتماعي.
في المنوفية تم توقيع الكشف على 292 ألف حالة بين طلاب المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية الأنيميا لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس المنوفية. في الغربية نظمت كلية الصيدلة جامعة طنطا الملتقى التوظيف السنوي اللي بيعمل على تأهيل الخريجين على العمل الميداني وربط الخريجين بسوق العمل وبناء جيل من الشباب قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وشهد الملتقى إقبال كبير من طلاب الكلية وحديث التخرج وطلاب الدراسات العليا، وتم توفير 500 فرصة تدريب صيفي للطلاب و200 فرصة عمل بعد التخرج. في حلايب انطلقت أعمال القوافل العلاجية الشهرية بقرية أبو رماد، وهتستمر لمدة يومين، وده ضمن خطة القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال مارس الجاري. في البحيرة تم الانتهاء من أعمال رصف 6 طرق بتكلفة 44 مليون جنيه بطول 14 كيلو متر خلال شهر فبراير الماضي، وده في إطار جهود المحافظة لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية ليها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.